القرآن يفسر بعضه بعضا. فالله يقول في القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك. يعني القرآن يتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهمنا من الآية أن القرآن نزل به ملك يقال له الروح الأمين. ثم قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فعرفنا أن الروح الأمين المذكور في الآية السابقة هو جبرائيل، لأن الله قال هنا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن جبريل هو الروح الأمين. ثم قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. قل نزله روح القدس من ربك، فمعنى ذلك أن روح القدس والروح الأمين وصفان أو اسمان آخران لجبريل عليه السلام. فجبرائيل وروح القدس والروح الأمين معني بها ملك واحد، هو جبريل، هذا اسمه عليه السلام، وهو فيما يظهر سيد الملائكة أو من رؤساء الملائكة الأربعة الذين قال العلماء إن الله أوكل إليهم، أوكل إلى جبريل حياة القلوب فينزل بالوحي، وأوكل إلى ميكائيل حياة الأبدان فينزل بالقطر، وأوكل إلى ملك الموت قبض الأرواح، وأوكل إلى إسرافيل النفخة في الصور. فهؤلاء رؤساء الملائكة الأربعة على ما يظهر، والعلم عند الله، وما غاب عنا من العلم أكبر وأكثر. لكن المقصود الآن أيها المبارك تحرير معنى قولي عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت، لما أراد عليه السلام أن ينافي حسان عن رسول الله أمام شعر أهل الإشراك، قال له: أهجهم، أو قال: هاجهم، وروح القدس معك. ولا ريب أن روح القدس وهو يؤيد حسان ليس إلى المنزلة التي يؤيد بها أنبياء الله ورسله، هذا لا بد من تحريره. وقال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: قال ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكذلك أيد الله عيسى ابن مريم بروح القدس. وكما قلت، ليس تأييد الله لعيسى ابن مريم بروح القدس كتأييده لحسان، لا بد أن يفرق مقام حسان على جلالة قدره رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه لا يرقى إلى مقام عيسى، ومقام عيسى على فضله وجلالته وأنه أحد أولي العزم من الرسل لا يرقى إلى مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا تحرير المعنى حول روح القدس.